وزارة الزراعة اعتمدت استراتيجية جديدة للتوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده هيساعد بشكل كبير جدا في زيادة الإنتاجية وكمان ترشيد استخدام المياه. استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل التي تدخل في الصناعة بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج. ومؤخراً وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً للمزارعين. وتنقسم الاستراتيجية الجديدة للتوسع في زراعة القصب إلى ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في إنشاء حقول لإنتاج التقاوي المعتمدة الخالية من الآفات والأمراض، وإنتاج الشتلات باستخدام التقاوي المعتمدة، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتلات لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة. ووفقاً للاستراتيجية الجديدة، فستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13.2 مليون طن على أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات. ويجري حالياً العمل على الانتهاء من محطة كومومبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فداناً بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة، فضلاً عن إنشاء محطة وادي الصعيدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضاً على مساحة 70 فداناً بطاقة إنتاجية حوالي 80 مليون شتلة في الموسم. كذلك يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنتاج محطات أخرى تحت إشراف الوزارة مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.